بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In this video we will review our memorization of juz 1, 2 and 3 of the Quran, and that includes all of Surah Al-Baqarah and Surah Ali Imran until ayah number 92, and that includes quarters 1 through 24 of the Quran. So to benefit from the series, I highly recommend that you listen to the question first, pause the video, try to answer it on your own, and then listen to the correct answer. I suggest that you take notes in your own Quran to mark where you make mistakes and where you need to strengthen your memorization, and then use the timestamps in this video to navigate and to skip to specific questions if you need to. Okay, so here we should complete the ayah, recite two more ayahs, and answer the questions between parentheses. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first question is, إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. So this is in the quarter of إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين in سورة آل عمران. Okay, the next question. إن الذين آمنوا. And so we should mention all the similar ayahs, all the ayahs that start with إن الذين آمنوا, and mention the juz. Okay, so this was mentioned three times in Surah Al-Baqarah as the beginning of an ayah. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. And this was in Juz 1 of the Quran in the quarter of وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ. Remember, this is where we had one of the ayahs of the Mawathiq, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. And then another one, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. And this was in Juz 2 of the Quran, and that was the last ayah of the quarter of وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Because then we're going to start the next quarter, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. And then the final one, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. And this is in Juz 3 of the Quran, and that is in the quarter of ليس عليك هداهم. So those are all three. We have one in each juz of the Quran in Surah Al-Baqarah. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. Okay, question number three. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ. And remember, this is similar in two ayahs, in two surahs. So قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ is in Surah Ali Imran. And then one that is similar to it is قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ in Surah Al-Baqarah. Okay.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. And this here is in Surah Ali Imran, and the one that is similar to it is قُلُوا أَمَنَّا. So that is in Surah Al-Baqarah. قُلُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. And so this starts with قل in Ali Imran and قولوا in Al-Baqarah, and in Surah Al-Baqarah we have أنزل إلينا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل, but in Ali Imran it's أنزل علينا أنزل على, and then we have وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم in Surah Al-Baqarah, but in Ali Imran it's وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. جزاكم الله خيراً.